تعالوا بقى نشوف هنبتدي نعمل ايه بالظبط. يلا بينا. الفرخة اللي انا هستخدمها النهاردة هي فرخة وزنها 1.7 كيلو. تقدروا تعملوا نفس الوصفة اللي انا هعملها دلوقتي دي بفراخ حجمها اصغر او حجمها اكبر ما يضرش. ينفع تتعمل الوصفة دي في البط وينفع تتعمل كمان في الديك الرومي. هوريكم الطريقة وان شاء الله تعجبكم جدا. يلا بينا. بصوا بقى، ده الطبق او ده البايركس كده او الاناء الزجاجي اللي انا هستخدمه في عمل الفرخة. الفرخة دي هتتحشي بصل زي ما كنت بقول لحضراتكم كده، هنجيب البصل ونتبله تتبيلة حلوة ونحشيه جوه الفرخة. فانا هعمل ايه؟ هاخد البصل هنا كده الاول واعمل فيه حاجة لطيفة جدا، عايز اتبله وافركه، اروح جايب كده عليه ملح تمام، ونجيب فلفل اسود، تعالى يا فلفل، ونجيب رشه من الفلفل الاسود. الحلبه اللي انا هستخدمها ممكن تكون حلبه مطحونه او حلبه حبوب. حطيت الحلبه، فاضل بس العسل الاسود ده هيتحط بعد الفرك. يلا دلوقتي انا هفرك البصل مع الحلبه مع الملح والفلفل الاسود. ازيك يا لمياء؟ عامله ايه؟ ازيك يا شيف، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ طمنين عليكي. الحمد لله، كل سنه وانت طيب ورمضان مبارك عليك. كل سنه وانت بألف صحه وسلامه يا رب. قولي بتكلمينا منين؟ تسلم ايدك يا شيف. الله يسلمك. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، احسن ناس. ربنا يخليك يا شيف. تسلم ايدك على الاكل الحلو ده. الله يسلمك. قولي لي، في حاجه من الوصفات نفسك تعمليها في رمضان نعملها لك في الايام القادمه؟ هو في، انا عندي موزه بس انا عايزه طريقه حلوه ليها. الله عليك، عينيا الاثنين. هقول لك فبصراحه يعني الموزه اللي عندي دي موزه ضاني ولا موزه ايه بالظبط؟ احكي لي عنها. موزه ضاني. من عينيا الاثنين. حاضر. فعايزه طريقه كده حلوه. انا هقول لك طريقه حلوه وكمان هعملها لك في واحده من الحلقات الجايه، ممكن في الاسبوع الثاني من رمضان. خلاص ان شاء الله. مساوي طيبه، رمضان كريم عليك. نورتي يا لمياء. بصوا بقى انا بعمل ايه. انا بعد ما حضرت خليط البصل والحلبه والكمون والملح والفلفل الاسود، حضرت خلاص الخليط وبقى جاهز عندي وموجود اهو، هبتدي بقى احشي الخليط ده جوه الفرخه. في ناس بتحب ان هي تشوح الخليط ده الاول وتديله كده تشويحه فيطرى وبعدين تحشيه جوه الفرخه. انا بفضل الطريقه دي اكتر. ليه؟ السبب انه البصل وهو ني كده بيتبل الفرخه وهي بتستوي كمان، فهي بتبقى بتستوي وبتتبل في نفس الوقت، فبيبقى الطعم حلو جدا. انا جربت الطريقتين في الحقيقه والطريقه دي بحبها اكتر، عايزكم تجربوا. طيب عايزين بقى، في حاجه انا نسيت اعملها، انه احنا ناخد شويه من العسل الاسود. ولما بقول عسل اسود جوه حشوه الفراخ، في الحقيقه هو مش عك ولا حاجه، لانه انا ما بحطش كميه من العسل تخلي الفراخ مسكره، لا انا بحط كده مقدار معلقه. المعلقه دي بس هتدي ريحه التدخين. عارفين العسل الاسود بيبقى ريحته، العسل الاسود والمش كل الحاجات دي ليها ريحه مدخنه كده جايه من التعتيق. فالريحه دي في الفرن مع فرخه لازم تجربوها. انا جربت في الحقيقه الوصفه دي وعجبتني جدا، فقلت لازم اشارك معاكم هذه الوصفه. يلا خلينا كده نكمل في حشو الفراخ، نستمر كده في الحشو. وبعدين بعد ما بخلص حشو عايز بقى اقفل الفرخه، فهعمل ايه؟ هروح جايب رجل الفرخه وحط التانيه تحتيها. يعني انا حطيت واحده كده، التانيه هحطها تحتيها. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي. هجيب التانيه كده، اروح ماسك دي نزلها من هنا اهو. يلا بينا. ممكن بقى ايه، عندنا طرق مختلفة في تكتيف الفراخ. ممكن ان احنا نعمل كده، انا هطلعها لكم فوق كده عشان عايز اوريها لكم. بصوا ممكن ان احنا نعمل كده، او لو ما بنعرفش نعمل الحركة دي، شايف شايفينها كده او لا اهي، او لو ما بنعرفش نعمل الحركة دي تمام، ممكن نحط واحدة كده والتانية تحتيها، مش لازم تكون في تجويف الفرخة نفسها. طيب وبعدين اتفضل عندي شوية بصل مع حلبة مع شوية كده من بقية التوابل والعسل الاسود، حلو قوي، لان انا هخلي دي فرشة، هخليها فرشة احط عليها الفرخة. بس عشان عايز اعمل حاجة تانية قبل ما اعمل كده، هي انه انا هجيب الزيت وهمسك الفرخة، هحط شويه من الزيت تحت الفرخه، وبعدين هبيت الفرخه والم عليها البصل. الحاجات اللي بقولها لكم دي مهمه ليه؟ لانه البصل اللي لوحده ده البعيد هيتحرق،
لكن لما تقربوا كده من الفرخه هيتحرق بشكل ابطا، فده هيفيدنا جدا في الطبخه دي. وبعدين هروح جايب الزيت نازل بشعره زيت صغيره كده على الفرخه، بصوا شعره كده مش كتيره، بس دي هتساعدنا في اللون وفي الطعم بتاع الفرخه. بس انا كده تمام، هدهن بس كده الفرخه، اطمن ان الزيت في كل حته. خلاص انا كده هقلع الجلوفز. مرحله التسويه دي مرحله مهمه جدا عشان تطلعوا فرخه لونها حلو وطعمها حلو وجلدها مقرمش. هقول لكم على سر خطير، نشفوا الفراخ بالمنديل قبل ما تستخدموها. كل ما كانت الفرخه مبلوله اكتر كل ما كان صعب ان هي تقرمش في الفرن. جربوا الطريقه دي. التسويه هتكون على درجه حراره 170 لمده من ساعه الا ربع لساعه على حسب وزن الفرخه. انا هحط دلوقتي الفرخه دي في الفرن وناخد فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، استنونا.